بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين. واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم من منطلق هذه الايه الكريمه نتكلم عن الوسطاء في الدعاء ولكن نمهد بامور الامر الاول ان هذه الايه فيها سؤال وجواب اذا سالك عبادي عني عن ماذا سالوا رسول الله صلى الله عليه واله ما هو محور السؤال؟ ما هي حدود السؤال؟ مو معلوم هل سالوا عن خالقية الله؟ عن رازقية الله؟ عن تدبير الله؟ شنو محور السؤال؟ مو معلوم وانما في الجواب يظهر سؤالهم يعني محور السؤال يظهر في حدود الجواب لم يكن سؤالهم عن اصل الخلقه مشركو قريش كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل خالق وهو رب الأرباب وما يعتقدون بالله كخالق ولكن هذا خالق ترك الأمور أمر التدبير ليس بيده حصلت شبهة لهم هل أمر التدبير بيده هل هو يجيب دعوة الداع أم يجيب أصنام في قضية النبي إبراهيم عليه السلام قال فاسالوهم ان كانوا ينطقون لا يجيبون هل الله عز وجل يجيب اجابته مطلقه مقيده فالسؤال كان عن هذه الامور رسول الله صلى الله عليه واله نزل عليه الوحي بان الله عز وجل يجيب دعوه الداع اذا دعان الاجابه مطلقه والله عز وجل هو الذي بيده تدبير الامور وهو القيم على الامور فإذا ماكو شبهة عن ان الله عز وجل هو المؤثر والعلة التامة لقضاء الحوائج ولتمشية الامور كلها. الامر الثاني تمهيدا انه في هذه الاية المباركة الله عز وجل في هذه الاية هذه اية فريدة. في القرآن الكريم سبع ضمير من ضمائر المتكلم في هذه الآية إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي سبع ضمائر ليش هذه الضمائر المتعددة يعني الله عز وجل يريد أن يقول أنا قريب عنكم جدا. ماكو فد حاجز، ماكو فد مانع. مو انه واحد يتصور ان الله مهيب كالسلطان لا يمكن ان يقترب اليه، ان يقترب الفرد اليه. لا، الله قريب جدا. وهنا ال نسبة نسبة شرفية، عبادي مثل ما يقول بيتي بيت الله. والله ما عنده بيت. وانما هذه نسبه شرفيه يعني انت عبدي انت قريب الي مو فد شخص بعيد ما ترتبط بي اسال لو سمعت انه شخص قتل في افريقيا يمكن واحد يتاثر كمظلوم قتل في افريقيا بس اذا شخص قريب عنكم قتل لا لا بما انه قريب يحصل التاثر والانفعال فعبادي واللطيف في هذه الآية المباركة دون باقي الآيات هذه عبادة مطلقة تشمل جميع العبيد كل المخلوقات مو انه عبد مؤمن فقط او عبد خالص اي عبد من عبيد الله عز وجل يطلب الله الله يعطيه حسب مكانته ومكنته لهذا في بحث مفصل في وقت آخر قد نتطرق اليه هذا مطلق في آيات أخرى عباد الرحمن أيضا نسبة للرحمن عباد الرحمن ولكن في صفة الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما مو أي عبد وإنما عبد متصف بهذه الصفات في آية أخرى فادخلي في عبادي أيضا مو جميع العبيد وإنما العبيد الذين يدخلون الجنة فقط المؤمنون الخالصون لأنه بعد الايه الاخرى وادخلي جنتي ولكن في هذه الايه اذا سالك عبادي هذا مفتوح للجميع التمهيد الثالث قوله عز وجل في الايه فليستجيبوا لي الاستجابه يعني قبول الدعوه اذا واحد يدعوك الى بيته فانت تجيب دعوته يعني اثرت الاثر المقصود من هذه الدعوة أجبت دعوته فليستجيبوا لي يعني أجيبوا دعوتي يعني أنا أدعوكم بأن تطلبون مني أدعوكم بأن تؤمنوا بي ومن استجابة دعوة الله أن يجيب الإنسان داعي الله أيضا يا قوم أجيبوا داعي الله ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن هو داعي الله السلام عليك يا داعي الله في زيارة آل ياسين الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام الذين هم الدعاة إلى الله المفروض إذا واحد يريد أن يجيب الله دعوته فليستجيبوا لي يعني اسمعوا كلامي أيضا عندما تدعون ايضا اسمع كلامي، صحيح الله عز وجل يعطي لمن لا يعرفه، يا من يعطي من ساله، يا من يعطي من لم يساله ومن لم يعرفه. ولكن هذا الاعطاء بحسب الاستعداد. مو الاعطاء التام الكامل وانما الاعطاء التام الكامل متوقف على شروط. شنو الشروط؟ فليستجيبوا لي. يعني انت ايضا اسمع كلام الله عز وجل. كن عبدا لله. اسمع كلام الداعي إلى الله اللي هو الإمام المعصوم المقدمة الرابعة في الدعاء مبدأان مبدأ يعني في استجابة الدعاء والدعاء مبدأ فاعلي ومبدأ قابلي المبدأ الفاعلي شنو معناه؟ يعني الله عز وجل الذي يفيض ويعطيك ويجيب دعوتك هذا مبدأ فاعلي الله عز وجل كريم بيده خزائن السماوات والأرض ما ينقص منه لو يعطي جميع حوائج الخلق بس الكلام في المبدأ الثاني المبدأ القابلي هذا اللي يريد يتقبل رحمة الله ولطف الله يسع أم لا يسع إناء صغير تقدرون تجعلوه في ماء بحر له صالت أودية بقدرها بمقدار هذا الاناء يمكن ان يمتلئ فيه الماء كيلو ماي مثلا فانت القابل لازم توسع الاناء حتى يمكن ان تنهمر عليك الرحمه الالهيه تهطل امطار الرحمه عليك اذا ما وسعت الاناء ما يمكن لازم توصل الى ذاك النصاب الوصول الى النصاب تاره بالاستعانه بالزمان شلون يعني في وقت السحر تدعو الله تطلب من الله في ليله القدر عند الافطار في شهر رمضان في يوم عرفه هذه استعانه بالزمان للوصول الى النصاب اللي يمكن ان يجعل قابليه الانسان للرحمه الالهيه قابليه اكثر بعض الاحيان الوصول للنصاب يكون بالمكان في المسجد تحت الميزاب الشريف عند الكعبه في صحراء عرفات تحت القبه المشرفه لحرم ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام رزقنا الله جميعا ان شاء الله ها هذه اماكن استجابه الدعاء وتاره اخرى الوصول للاستعداد التام او شبه التام يكون بتوسط بعض أعمال الخير يعني واحد عند الدعاء أكو في الروايات قد نتطرق إليه في وقت آخر في الروايات أنه عند الدعاء أطلب من الله عز وجل واجعل عملك واسطة عندك فد عمل مخلص لله عز وجل اجعل هذا العمل واسطة في رواية أن ثلاثة أتوا إلى جبل فسقطت صخرة والطريق انقطع لا طريق يرجعون ولا يتقدمون صخرة كبيرة فقالوا ندعو الله عز وجل فأحدهم دعا الله قال يا رب أنا كانت أمي مريضة وزوجتي وأبنائي في البيت في شدة الخوف والوجل أنا هيأت ما أدري حليب أو كذا أخذت إلى أمي هي كانت راقدة نايمة فلم أوقظها مع انه قلبي كان عند اهلي، عند اولادي، في مكان كانوا في خوف، في وجل، فلم اوقظها الى ان استيقظت، اعطيت لها الحليب، بعد ذلك ذهبت اليهم، هذا كان لله عز وجل. فافتح الطريق ببركه محمد وال محمد كما في الروايه. اللهم صل على محمد وال محمد فتحرك هذا الصخر بمقدار. الثاني دعا، قال يا رب انا اردت الفاحشه بامراه فهي طلبت مني مال كثير وانا هيات المال يمكن 100 دينار ذهب، هيات المال بعد فتره من الجهد وذهبت اليها فرايتها ترتعد. قلت ما بك؟ قالت انا اخاف من هذا الفعل اخاف من الله عز وجل وانا كنت محتاج اللي قلت لك اعطيني مال في قضيه. فأنا قمت منها وتركتها والمال بيدها فهذا كان خالص مخلص لك افتح لنا الطريق أيضا ببركة محمد وآل محمد فتحرك الصخر أيضا والثالث أيضا دعا الصخر الصخرة الكبيرة الساقطة من الجبل فتحت الطريق فتح الطريق وخرجوا فأيضا هذا من الوسائط الى الله، الزمان، المكان، العمل، ولكن من أهم الوسائط الى الله عز وجل وسائط الرحمة والفيض الإلهي هم المعصومون رسول الله صلى الله عليه واله وآله الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هؤلاء هم أكبر الوسطاء بيننا وبين الله عز وجل أكو في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أنه لا يزال الدعاء محجوبا عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد الله على محمد وآل محمد وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي وآله ثم سل حاجتك لماذا؟ فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين يقضي أحدهما ويمنع الآخر حاجتان الله يقضي أحدهما يعني تطلب الصلاة من الله عز وجل ل الرسول صلى الله عليه واله واله فالله يقضي هذه الحاجه يعني طلبك لصلاه الله على النبي واله هذا مقضي قطعا لان اهل البيت لهم السعه في قبول هذا هذه الرحمه الالهيه الخاصه فالله يقضي الحاجه الاولى ولا يقضي الحاجه الثانيه الله مو بخيل فيقضيهما اذا اذا واحد يريد ان يؤثر دعاءه هذا الدعاء يخرق حجب السماء ويصل الى معدن العظمه عليه ان يبتدئ بالمعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام يفتح تنخرق الاجواء وتصل ويصل الدعاء الى الله عز وجل اذا وصل الدعاء الى الله هذا المهم الاجابه هي قطعيه واصله المشكله في الموانع الموجوده للعبد عن وصول دعائه اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء تحبس الدعاء الدعاء ما يصعد لماذا لان المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام هم قمه العباد عبد ولكن عبد مطيع محض خالص لله عز وجل قمة البشرية في عبودية الله. فأنت عندما تصلي عليهم في بداية وتطلب من الله الصلاة عليهم فتجعلهم أسوة. يعني أنا أرتبط بهؤلاء اللي هم قمة القمم. تطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم الرحمة والصلاة. هو هذا يسبب بما أنك تجعلهم أسوة تريد أن تقتدي بهم بهالمقدار هو هذا يسبب الارضيه الجيده لنموك لتوسعه قابليتك لذلك يؤثر طيب سناتي الى الموضوع هناك مرحلتان من التوجه الى المعصومين سلام الله عليهم اجمعين مرحله التوجه بهم ومرحله التوجه اليهم التوجه بهم يعني جعلهم شفعاء هم أبواب الله عز وجل إحنا ما عندنا طرق متعددة إلى الوصول إلى الله هذه المقولة اللي يذكرها البعض الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ما كهت شيء في الروايات الطريق إلى الله هم المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ما عندنا أبواب أخرى الباب الوحيد لله هذا الباب باقي الابواب باقي الطرق كلها متاهات كلها ضياع هذا كلام ما له منشا رواي انه طرق متعدده نعم كل واحد على طريقته يدعو الله ولكن الباب الوحيد هذا الباب اكو في روايه ايضا روايه لطيفه السلام عليك يا باب الله وديان دينه في زياره ال ياسين هذا باب الله يمكن واحد يفتح باب اخرى ويصل الى بيته لا يصل الى مكان اخر ياتي في روايه فان رسول الله صلى الله عليه واله باب الله الذي لا يؤتى الا منه ماكو باب اخرى طبعا باب مؤنث مجازي فيمكن ان يعود اليه الضمير المذكر او المؤنث باب الله الذي لا يؤتى الا منه وسبيله الذي من سلكه هذا السبيل فقط من سلكه وصل إلى الله عز وجل وكذلك كان أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام ومن بعده وجرى للأئمة واحدا بعد واحد هذه رواية الإمام الباقر سلام الله عليه في الكاف الشريف جعلهم الله عز وجل أركان الأرض أن تميد بأهلها وعمد الإسلام ورابطه على سبيل هداه لا يهتدي هاد إلا بهداهم ولا يظل خارج عن الهدى إلا بتقصير عن حقهم لذلك تشوفوا في الأدعية كل اللهم إني أتوجه إليك بمحمد محمد وآله الأطهار أدعية متعددة هذا الباب والشفيع جناح الطالب كما في نهج البلاغة أنت بجناح تطير يمكن أن تصل الشفيع جناح الله عز وجل جعل هؤلاء شفعاء هذا التوسل بهم الى الله، لانهم ابواب رحمه الله. فالمرحله اخرى اكو. مرحله التوسل والتوجه اليهم. بهم يعني طريقيه. يعني طريق الى الله، التوجه اليهم. كيف التوجه اليهم؟ ولماذا التوجه اليهم؟ هم معادن مشيئة الله. معادن إرادة الله، أوعية مشيئة الله. يعني الله عز وجل جعلهم إرادته تنطبق عليهم سلوكهم، طريقتهم، حياتهم، التفاتهم، إعراضهم. لذلك التوجه إليهم يعني التوجه إلى الله. التوجه بهم يعني تترك أشخاصهم وتجعلهم طريقا إلى الله عز وجل تترك خصوصياتهم التوجه إليهم يعني هو هذا الإمام بما له من خصوصيات هو وجه الله فعندما تطلب من قطعا هذا الطلب من طلب من الله لأنهم في طول الله مو في عرض الله ولكن تطلب منه من الإمام مو فقط أن يتوسط لله لانه هو مشيئه الله واراده الله تنعكس على حالاته وافعاله واقواله ووجناته. شخص في روايه عن الامام الباقر عليه افضل الصلاه وازكى السلام كان يقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يكرر اتى اليه رسول الله صلى الله عليه واله واخذ بكتفه. وقال له هذا ارحم الراحمين قد استقبلك بوجهه فاسال حاجتك من الذي كان مقابل هذا الرجل رسول الله ماخذ ما كتفه يقول هذا ارحم الراحمين يعني الله قد استقبلك بوجهه انا رسول الله وجه الله فالله ده يستقبلك بوجهه فاسال حاجتك عندما تذهب الى الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام تطلب من الامام الرضا تاره تقول يا سيدي ومولاي انت وسيطي الى الله وتاره اخرى تطلب منه اراده الله في مقادير اموره تهبط اليكم هذا ارحم الراحمين قد استقبلك بوجهه فاسال حاجتك في رواية أخرى رسول الله صلى الله عليه واله لم يدعو على مشركي قريش وإنما كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هذا كان الدعاء المستمر لرسول الله ولكن في قضية يذكرها البخاري هذه القضية يقول شخص اسمه عقبه أو عقبة هذا وضع على رسول الله كرش ناقه القى على رسول الله رسول الله بقى في حاله الى ان اتت فاطمه سلام الله عليها الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء فازالت هذا الكرش كرش الناقه وبعد ذلك دعت عليهم فاطمه الزهراء سلام الله عليها دعت عليهم بعد ذلك رسول الله رفع يديه، لاحظوا رسول الله اللي ما كان يدعو على مشركي قريش الا ب اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هنا بعد ان راى رسول الله مشيئه الله في دعاء فاطمه الزهراء سلام الله عليها. يعني الان الله اذن او امره بالدعاء على مشركي قريش. يعني مشيئة الله وإرادة الله جرت على لسان فاطمة الزهراء فهنا رفع رسول الله صلى الله عليه واله يديه ودعا على مشركي قريش. لاحظوا الرواية في البخاري عقب أتى بسلا جزور يعني كرش ناقة فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه واله. فلم يرفع راسه حتى جاءت فاطمه سلام الله عليها فاخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه واله اللهم عليك الملا من قريش، اللهم عليك ابا جهل، عتبه، شيبه، عقبه، اميه، ابي، قام يدعو عليهم واحدا واحدا باسماء ابائهم، كيف؟ لم يدعو عليهم راى اراده الله جرت في الزهراء سلام الله عليها في قولها عندما دعت على مشركي قريش فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هؤلاء الله عز وجل جعل لهم هذه القدرة والقابلية لذلك يأتي إليهم السائل فلا يرجع خائبا طبعا هنا مواضيع متعددة حول الدعاء والتأخير في استجابة الدعاء اللي هذا في موضعه ولكن ماكو الدعاء يدعو الإنسان إلا وله أجر من الله عز وجل وإلا لغى يعني كانت هذه الآية لغو يعني أطلب منه أقول أطلب مني وأنا ما أطيك هذا عمل لغو ما يصدر من الحكيم وإلا هذا بحث مفصل في موضعة عندما تأتون وتذهبون إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام تطلبون من الإمام الرضا ما ترجعون بأيدي فارغة أكو في رواية أنه عندما ترفع يديك إلى السماء وتطلب الله عز وجل لا ترجع إيدك إلا وتمسح بيديك وجهك ليش هذا من تشبيه المعقول بالمحسوس لأنه يدك امتلأت بالرحمة الإلهية فهذه الرحمة الإلهية كأنما تحملها على بدنك على وجهك عندما تذهب الى الامام الرضا عليه افضل الصلاه والسلام قطعا تقضى حاجتك اما معجلا او مؤخرا لمصلحه او تدخر هذه الحاجه ليوم القيامه اللي في بعض الروايات انه في يوم القيامه الله يعطي مقابل الحوائج التي لم يجبها في الدنيا لعدم المصلحه او لعدم القابليه في العبد بما يعطيه بما يتمنى الإنسان أن لم تكن أي حاجة مقضية في الدنيا قبل فترة وجيزة شخص له ابنان عندهم فدعاها مشكلة في العين ما يشوفون ومشكلة أخرى أيضا كأن معاها عقلية فأخذهم إلى الإمام الرضا سلام الله عليه ما أدري أنتم كنتوا عند الإمام الرضا وتذهبون إلى الإمام الرضا إن شاء الله إن شاء الله تذهبون وتعودون بحوائج مقضية إن شاء الله فأخذ ابنيه إلى الشباك المعروف في صحن الإمام الرضا فاليوم يوم من هناك كان يأخذهم يشدهم به حبل أو شيء على الطريق المعهودة هناك ففي يوم من الأيام صعب يعني كلاهما مريضان مشكلة فأخذ أحدهم الثاني في الفندق واذا بعد نصف ساعة اللي كان شاد هذا بالشباك في صحن الامام الرضا شاف ابنه وقف وقام يتكلم وكان ينظر <applause> اللهم صل على محمد وعلى محمد فهو هواية فرح بما انه الحمد لله الامام الرضا بعناية منه سبب الشفاء لهذا الطفل ومن جهة أخرى أيضا حزن ليش الابن الثاني بالفندق فهو على حالة خاطب يدري الإمام الرضا الآن موجود طبعا الإمام دائما موجود ولكن عنايته شملت هذا طفلة فخاطب الإمام الرضا قال هذا سيدي ومولاي أخوه في الفندق لا تتركوا ذاك إذا هذا إجيته لا أخوه في الفندق فأخذ ابنه ذهب إلى الفندق وإذا بالابن الثاني شوفي أيضا في الفندق آه اللهم صل الله عليه <applause> محمد محمد حقيقة يعني قضايا متعددة لكل واحد منا قضايا متعددة مع المعصومين سلام الله فهؤلاء وسطاء الفيض الإلهي طبعا عندما يأتي الإنسان إليهم لا يرجع خائبا خاسرا وحاشاهم أن يتركون من أتى إليهم أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أسأل الله عز وجل أن يجعل زيارتكم في سجل حسناتكم زيارة مقبولة وأدعية مستجابة وحوائج مقضية، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد